السودان بلا رواتب، أعطينا تفاصيل أكثر عن هذه القصة. صباح النور يا ريان. يعني يسعد صباحكم بالخير. يعني للأسف السودان بلا رواتب، معظم العاملين والمعاشين والموظفين لا يستطيعون الحصول على رواتب ممن ينتمون للمؤسسات الحكومية، وأيضا ممن ينتمون للمؤسسات الخاصة، حيث قامت كثير من الشركات والشركات العاملة بالقطاع الخاص بتسريح العاملين والموظفين أو فصلهم فصلا تعسفيا، يعني بدون رواتب ومستحقات منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، أو حتى منحهم إجازة يعني بلا رواتب. كل هذا تعتبره طبعا منظمة العمل الدولي فيه انتهاكات صريحة وواضحة لحقوق العاملين ولقوانين العمل الدولي المتعلقة بحماية مستحقات العاملين. أيضا معظم البنوك والمصارف أغلقت أبوابها بالعاصمة السودانية الخرطوم، ويعني أفرعها بالولايات لا تستطيع التواصل مع أفرعها ومقارها الرئيسية بالعاصمة السودانية. طبعاً نسبة لقطوعات الكهرباء وصعوبة الاتصالات وأيضاً صعوبة العمل في مناطق الاشتباكات، يعني ببساطة الموظف السوداني أو العامل السوداني أو المعاشي السوداني لا يستطيع صرف راتبه ولا يستطيع الحصول على ما يدخره من أموال بمعظم البنوك والمصارف، يعني مع الأسف. للأسف يعني وضع صعب جدا. ريان مراسلتنا من السودان، شكرا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.